بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. Çok değerli komite üyeleri, bu güzel konferansı, bu güzel daveti yapan çok değerli hocalarımız, bilim adamları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak değerli başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş adına burada bulunuyorum ve böyle bir program içerisinde bulunmaktan dolayı انني لكوني اتواجد في برنامج من هذا القبيل فانني اشعر بسعاده بالغه باسم رئيس اداره الشؤون الدينيه الساده المشاركون الساده رجال العلم الساده الضيوف الافاضل انا بدوري ايضا خلال فتره بانما انني تواجدت في دمشق الشام تعلمت اللغه العربيه وذلك جمال من دمشق في عام اعتبارا من عام 2011 بعد الحرب الداخليه ففي البدايه ورد إلى أذهاننا ما تعلمناه هناك وإن الأخوة السوريين الذين أظهروا لنا حسن الحفاوة والكرم خلدوا لأذهاننا في عام 2008 عدت من دمشق وفي عام 2011 بالأمس عندما كنت ضيفا على دورهم السادة أخوتنا الأفاضل في عام 2011 كانوا موجودين في دارنا وإننا عشنا معهم وإننا تشاطرنا الحياة معهم واتضح لنا بأننا وحدة متكاملة وإنه حسب الناحية الجميلة التي نتمتع بها من الدين الإسلامي فإننا أفراد متساوون وأخوة ومن ذلك اليوم إلى حد الآن على الرغم من أنه تم القيام بالعديد من النشاطات المادية فإن سيادة رئيسنا على الصعيد المادي قام بتقديم العديد من الخدم بلطف الله تعالى فإنه هذا ليس أمر نابع منا بل من فضل الله ومن دعم الشعب الذي قدموا لنا فإننا قمنا ب إيصال هذه الخدمات لإخوتنا الأفاضل ورأينا حسب ما تعلمون أنتم أيضا فإن الجانب المعنوي هو الذي يبرز نحو الأمام إن تأثير ناجم جراء الحرب فإنها قد تسببت في آلام كبيرة إن شاء الله لا أريد أن أطيل الحديث إننا في مجلس علمي والوقت محدود ولهذا سبب من دون أن أطيل الحديث إننا كرئاسة الشؤون الدينية التركية بشكل عام الشعب التركي وعلى الأخص كرئاسة الشؤون الدينية التركية فإن ما هي المهمة التي تقع على عاتقنا من خلال فرح كوننا موحدين وأننا نحمل الشرف الانتماء إلى الدين الإسلامي دوما إن شاء الله فإننا على استعداد للإيفاء بالمهام التي تقع على عاتقنا وأتمنى مجددا لهذا المؤتمر وكذلك الأخوة الكرام الذين يقومون بتنظيم هذا المؤتمر العلمي السادس اليوم أتمنى أن يشكل وسيلة خير لنا جميعا إن شاء الله الأجيال المقبلة بنتيجة هذه النشاطات سيتم تكوينهم أتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق وإلى اللقاء.